يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن بعض طلبة العلم يقولون إن الأولى والأقرب للسنة ألا تفصل مصليات النساء عن مصليات الرجال، بل تصلي النساء في مؤخرة المسجد كما هو الشأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن تكون النساء خلف الرجال، لا تختلط مع الرجال، يكون بينهم حاجز أو ما بينهم حاجز ما في بأس، المهم أنها ما تختلط مع الرجال، صلي خلف الرجال. نعم.